يا عيني قومي يا ضنايا عشان تاكل. قومي يا حبيبي جايبه لكم اكل. يلا قومي اقعدوا يلا عشان تاكل. فلوس منين يا سلمان؟ بعت الدابلة ملهاش عايزة عندي بقى. يلا قوم. معلش بكرة هتتعوض والجمعة الجاية هقبض المعاش اهو يسد برضه. يا اخويا ما تشيلش همين هنقضيها بطول ولا بالعرض لغاية ما ربنا يأذن لنا بالفرج. قوم كل بقى يلا قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا سلام. ايه ده يا فتحي؟ ده جواب من الشركة. فيها اخبار جديدة؟ الشركة رفضت تديني تعويض. رفضوا ليه؟ أي حد بيحصله نصيبة في شغله بيدوله تعويض، اشمعنى أنت؟ حسبوها إهمال مني. اللي هما باعتين لك ليه؟ محامي الشركة محامي كبير. بعت لي هيدوني 5000 جنيه تعويض وأتنازل عن القضية. وهتعمل إيه؟ مش هتنازل عن القضية أبداً، هفضل وراها. يمكن نكسبها بإذن الله. سبقتك يا اخوي بالهنا والشفا. كل